بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من أهم الفتاوى في رمضان: ما هو حكم الإبر المغذية في رمضان؟ الإبر المغذية تفطر في رمضان، وأما الإبر العضلية والإبر الجلدية والوريدية لا تفطر. كذلك قطرة العين لا تفطر، وهذه الفتاوى لابن عثيمين وابن تيمية. وكذلك بخاخ الربو لا يفطر. وكذلك أيضا استخدام معجون الأسنان في نهار رمضان لا يفطر. وكذلك استعمال الكحل لا يفطر في نهار رمضان. أما بالنسبة لقطرة الأنف، إذا وصلت للمعدة فهي تفطر في نهار رمضان. كذلك مرطب الشفتين لا يفطر في نهار رمضان. وأيضا بخاخ الأكسجين لا يفطر في نهار رمضان. وكذلك أيضا تحليل الدم لا يفطر في نهار رمضان. وكذلك التحاميل أو اللبوس كما يسمونها المصريين لا تفطر في نهار رمضان. وبالنسبة للشباب فالاحتلام لا يفطر في نهار رمضان. أما بالنسبة للأقراص التي توضع تحت اللسان لعلاج أزمات القلب فهي أيضا لا تفطر في نهار رمضان. وكذلك السباحة والغوص في الماء لا يفطر في نهار رمضان. وكذلك إبر الأنسولين لا تفطر في نهار رمضان. نسأل الله السلامة والعافية وأن يشفي كل مريض مسلم، اللهم آمين يا رب العالمين.